الرئيس اللبناني ميشيل عون الطريق أمام ترشح صهره لرئاسة لبنان، معتبرا أن العقوبات الأمريكية لا تمنع جبران باسيل من الترشح للرئاسة، ونحن نمحوها أي العقوبات بمجرد انتخابه. كلام عون تنفيه كل التشريعات، فإلغاء العقوبات شأن غير لبناني. مجرد ما تم انتخابه بمجلس النواب هذا الأمر يؤدي فورا إلى إزالة كل آثار هذه العقوبات. هذا شيء غلط، لأنه هذه العقوبات صدرت في الخارج، وبالتالي لإزالة آثار هذه العقوبات على الشخص المعني أن يقوم بكل الإجراءات القضائية والقانونية أمام المحاكم المختصة، يعني بيقدم اعتراض، بيعمل لوائح جوابية، وصولا إلى استصدار قرار بالبراءة. وقت اللي بيصدر قرار بالبراءة عن المحكمة المختصة، عندئذ يتم إزالة أثار هذه العقوبات. إذن يحق لكل شخص أن يترشح ولو عليه عقوبات، لكن ما تبعات وصول المعاقب دوليا إلى كرسي الرئاسة؟ فإذا نحن أو خلينا نقول انتخبنا رئيس بيستفز المجتمع الدولي، فمن الطبيعي انه هذا المجتمع الدولي ما رح يتعاون معنا، وبالتالي كل شيء له علاقة بالإجراءات مع الصندوق النقد الدولي، وكل شيء له علاقة بإعادة النظر بالدبلوماسية اللبنانية، وإعادة العمل إذا بدك بسياق سياسي يتلائم مع الوضع اللبناني بشكل نقدر نطور السياسة الخارجية، لن يحصل في ظل وجود رئيس جمهورية عليه عقوبات. يعني فينا ناخد عدة أمثلة، خلينا نحكي بفنزويلا مثلا، إيغو شافيز كان عليه عقوبات، مادورو كان عليه عقوبات بفنزويلا، ونحن شفنا شو صار بفنزويلا. يعني الأوضاع سائت لدرجة أنه الشعب فقر كتير بالرغم من وجود المواد الأولية والبترول والغاز. رضا الخارج قبل رضا الداخل مطلوب لوصول أي شخصية إلى سدة الرئاسة، هذا ما يثبته التاريخ وما تعلمه اللبنانيون. ربا الفرن، قناة الجديد.